توقعت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس دخول خط الربط الكهربائي الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا الخدمة في آفاق 2030، وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصدر حكومي مسؤول في الوزارة أن من شأن المشروع أن يمكن من تبادل 1500 ميجاوات بين الجزائر وليبيا عبر تونس، وأن القدرات المتبادلة سيكون التحصل عليها بالكامل من الجزائر. ويهدف مشروع خط الربط الكهربائي الثلاثي إلى تأمين إمدادات الاتحاد الأوروبي من الطاقة ليصبح مستقبلا المزود الأساسي لأوروبا.